يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر.